خد معايا على التليفون كاتب الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ. اهلا بيك يا استاذ عماد. اهلا بيك استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله. صححني اذا في اللي انا بتكلم فيه انه المساله قرارات النهارده التي اولا لم تكن متوقعه بالبلدي كده لا على البال ولا على الخاطر، زائد مجموعه من الاجراءات والحزم تم اتخاذها من السنه اللي فاتت كمان، فانا عندي تراكم مستمر لدعم المواطن والتخفيف الازمه الاقتصاديه العالميه دي عليه. اتفق معاك الى حد كبير. الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه قال اكثر من مره واخرها النهارده اظن وفي كل خطاباته ومداخلاته انه المصريين تحملوا بشجاعه الازمات الاقتصاديه ونتائج تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي ما كانش فيه مفر منه، وبالتالي ما فعلته الحكومه يعني هو تقدير لجزء من تحمل المصريين لهذه الصعوبات او الفترات الصعبه الكثيره. النقطة الثانية والمهمة انه طبعا المصريين شأن عدد كبير جدا دفعوا ثمن غالي جدا بعد الأزمة بعد كورونا، بس بالأكثر بعد الأزمة الأوكرانية. عدد كبير من الدول تضررت، لكن الضرر الذي وقع على مصر كان بالفعل صعب ولم يمهلنا ان احنا نستمتع ب يعني تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأرض. وشفنا انه المحل السلجين البصري خلال الفتره اللي فاتت. القرارات النهارده هي طبعا جايه في اطار اشمل، لانه بالفعل الحكومه المصريه عدلت الحد الادنى للاجور اكثر من مره. هل هو مساوي او هل هذه الحزم مساويه للاثار التي تحملها المصريين؟ اكيد طبعا لا، لانه الضرر الذي وقع على الاقتصاد المصري من التطورات العالميه خصوصا الازمه الاوكرانيه كان كبير وما زال بيدفع بدلوقتي. وبالتالي الحزمه اللي جت النهارده هي رساله من الحكومه المصريه للمواطنين المصريين بتقول نحن نقدر تعبكم وتحملكم ونريد ان نخفف عنكم جزء من هذه الاثار التي تحملتموها بشجاعه. طيب استاذ عماد، لما الدوله في هذه الظروف الاقتصادية اللي بتعاني منها بسبب هذه الأزمة العالمية تصبح قادرة على تقديم هذه الحزم وتصبح قادرة على أنها توفر زيادات في الرواتب، هل ده معناه أنه ده اقتصاد مترنح ولا اقتصاد قادر على احتواء الأزمات؟ لا أحد يستطيع أو لا أحد عاقل أو بيدرس اقتصاد أو فاهم هيقول على الاقتصاد المصري بيترنح. الاقتصاد المصري لديه مميزات هائله حقيقيه، لانه اقتصاد فيه سوق على الاقل 104 او 105 مليون شخص، ولما الناس تيجي تستثمر عندك او تحاول تستثمر في اصول او استثمارات مباشره، ما لانها مقدره السوق المصري اللي هو واحد من اهم الاقتصادات على الاقل في افريقيا والثالث او الرابع عربيا. فبالتالي دي مش صفات اقتصاد، في اقتصاد بيطلع مليون فرصة عمل في السنة أو عايز محتاج مليون فرصة عمل، في تقريبا 700 ألف أو 600 ألف بيتجوزوا كل سنة، فدي في بشر كتير عندهم استهلاك، فدي مقومات سوق قوي واقتصاد طبعا مش اقتصاد عالمي ولا متقدم جدا، لكن على الأقل اقتصاد ممكن نقول عليه متوسط القيمة. وبالتالي يعني بعيد عن الجدل العبث اللي بيعمله البعض او الاشاعات او حاجات زي كده، نعم العقل يقول الاقتصاد المصري يمر بازمه بسبب تطورات عالميه كثيره، لكنه ليس مترنحا، لديه فرص حقيقيه للتعافي والتشافي اذا احسن يعني اداره بعض الملفات في الفتره المقبله ان شاء الله. باذن الله. انا بشكرك جدا جدا استاذ عماد، نورتنا وشرفتنا كما جرت العاده. الكاتب الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق وعضو مجلس الشيوخ.